قلت لكم امبارح على منظومة كرة اليد ان هي افضل منظومة رياضية في مصر دائما وابدا، بقول كده يعني مش بس امبارح، منظومة دايما بحس انه كل المنظومات الرياضية في مصر، كل الاتحادات الرياضية في مصر لازم يغيروا منها جدا، يعني نجاحات دائما والاسماء بتختلف وتفضل النجاحات واحدة في منظومة كرة اليد. في شوية لخبطة كده بتحصل فيها، في استقالات، في حكايات، مش فاهمين ايه اللي بيحصل والوضع ممكن يروح لحد فين او يقف عند فين. نشوف مع الكابتن كرام كردي عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد. يا فندم مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معايا. متشكر جدا كابتن كريم، وانا اسعد ان اكون مع حضرتك، انك من الناس النشيطه جدا، الناس بتبقى سعيدة ومتشوقة للبرنامج بتاعك لأنه دائما مثير يعني. أشكرك يا فندم. أنا بس اللي محتاج أفهمه، حضرتك تقدمت باستقالتك من اتحاد كرة اليد، وزي ما كنت بقول في المقدمة قبل ما حضرتك تخش معايا، دايما بتشوف استقرار في كرة اليد المصرية والمنظومة دي، إيه اللي بيحصل يا فندم ولماذا تقدمت باستقالتك؟ والله حضرتك كابتن كريم، أنا دي مش أول مرة أتقدم باستقالة. أنا تقدمت قبل كده باستقالة يوم 30 يناير 2024 لمعالي الوزير، واتكلمت معاه، وكان السبب هو هو، وكتبته في الاستقالتين في يناير، وهو نفسه اللي كتبته من 3 أيام. اللي هو إيه يا فندم؟ وهو إن الاتحاد المصري لكرة اليد يدار ولا يدير. هو باختصار تماما يعني الموضوع واضح من الكلمتين. حضرتك انا واحد بمارس كرة يد من سنة 66، بلعب ناشئ في نادي باكوس في اسكندرية، وهو عبارة عن كرة يد بس. ماشي، وخرج منه لعيبة منتخب كتيرة، وكل الناس تعرف النادي ده كويس قوي، لان احنا بنلعب هاندبول للهاندبول، مش بنلعب هاندبول لمصالح شخصيه ولا لاي حاجه يعني. تدرج الموضوع معايا، ويعني الواحد كبر وبعد كده بقيت ادرب، وبعدين بعد كده بقيت اداري في يعني امور تانية، وبعدين حصل ان انا دخلت مع الدكتور خالد حموده في بالتعيين معاه في الانتخابات بتاعته اللي هي سنه 2014 ل 2018. ومن ضمن الحاجات ان الواحد تولى الفريق الاول، وقعدت معاهم 4 سنين. وعملنا نتائج كويسه جدا، خدنا بطوله افريقيا 2016، في 2015 في قطر كسبنا التشيك، وكسبنا الجزائر فرق 14 يعني، وتعادلنا مع السويد، وكنا لسه يعني بنحاول نعمل يعني ألفة ما بين الولاد، وكانوا طيب. الولاد يعني كلهم 100 100 وتمام التمام. انا بس يا فندم عشان انا اسف طيب. انا مش عايز اقطعك خالص، وعايز حضرتك تسترسل كمان يعني. بس اللي انا عايز افهمه يعني ايه اتحاد كره اليد يدار ولا يدير؟ هي دي بس اللي انا محتاج اوصل لها وافهمها واتناقش فيها مع حضرتك لو تسمح. يعني اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك دلوقتي يا كابتن كريم انت واقف في البرنامج هتقول اللي انت عايزه وبتطلع اللي انت عايزه. تمام؟ ما يجيلكش تليفون يغير لك اللي انت عايز تقوله. ماشي؟ وتقول حاجه ثانيه. ما يجيلكش تليفون يقول لك اعمل كذا. من الاتحاد الدولي لكرة اليد مثلا؟ هو ده اللي تقصده يا فندم؟ بص هو لا هو بص هو بيجي من عدة مناطق يعني من عدة يعني بص هو ايه؟ احنا لا نملك الإرادة أو القرار. ماشي؟ احنا مش أكتر من إن احنا كنا قاعدين، او ناس بتيجي ممكن قرارات كتير قوي كانت بتتاخد طيب. فرديه انا بفاجئ فيها بيها شخصيا، والناس كمان اللي معايا منها كم واحد بنفاجئ بيها على الميديا. ماشي؟ فدي طبعا مره واثنين وثلاثه، فما كانش ظريف خالص. وكان اخرها بقى خالص اللي هو حصل يوم الخميس اللي فات.
الخميس اللي فات حضرتك احنا كان من ضمن الحاجات اللي بنناقشها ان منتخب الفريق الاول للسيدات عنده بطولة افريقيا يوم في شهر 11 اللي جاي، والمنتخب احنا بالنسبة لافريقيا للفرق الكبيرة اللي هم المستوى الكبير لا احنا مش على مستواهم قوي لان هم اقوى مننا لان عندهم محترفات كتير قوي في اوروبا، فهم رايحين الكون، ففي عاملين لهم دورة ودية في التشيك ماشي لمدة ثلاث مباريات. الدورة دي هتتكلف مبلغ كبير مش صغير، وتذاكر طيران وي 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 ماشي، وبعدين هنسافر بعد كده في شهر 11 لكونغو برضه هتتكلف كتير. فاتفقنا لان النتائج ماشي الفترة اللي فاتت بالنسبة للفريق 2004 بنات كانوا في بطولة العالم الماضية كانوا السابع، أخذوا الـ13 السنة دي، و2006 أخذوا الـ21 من 32 فرقة، فكانوا في الصين لسه ولسه راجعين. فقلنا لا احنا نعمل ايه يعني خط كده ونقف ونبص حوالينا يعني ناس مسؤولة ومسؤولين كمان على المال العام، وخصوصا ان احنا اليومين دول يعني المفروض نحافظ على كل مليم هنصرفه لان وضع البلد، ومعالي الرئيس قال ان هو المفروض يا جماعة ان نشوف كمان الناس اللي اخفقت في الاولمبياد، مع اننا احنا الحمد لله اجدنا في الاولمبياد، وبرضه من القرارات اللي رجعوا فيها ان كان في مكافئات للفريق الاول في الاولمبياد ماشي، وللان لم تصرف ولن تصرف، مش هتتصرف ماشي، لان هي كانت ارقام كبيره، وبعدين اتقال ان لا دول ما حققوش ان هم يوصلوا الدور الاربعه، طب هم خدوا الخامس على العالم ماشي، طب نطلع لهم مثلا مكافاه اجاده ماشي، لا ما فيش فلوس، طب انتوا كنتوا حاطين ليه ارقام قبل كده؟ ادي حاجه. بالنسبه للسيدات احنا طلعنا قرار ان يا جماعه ما فيش سفر علشان احنا هنوقف بقى ونشوف احوالنا ايه تمام، وبالتالي السفريتين دول هيوفروا للاتحاد 5 مليون جنيه. وجه تليفون وجيت تاني ماشي، ان واحد يعني التليفونين منهم الدكتور حسن مصطفى اتعرض عليه الموضوع، ومشكورا الدكتور وافق ان احنا ما نسافرش، والتليفون التاني كنا بنسال علشان القرعه قربت فهل نلحق قبل ما يعملوا القرعه نبعت اعتذار؟ قالوا اه تمام. خدنا القرارات وانتهى الموضوع وقفلنا المحضر ومشينا محضر الاعمال وجدول الاعمال تمام يا فندم. تمام تمام. تاني يوم الصبح فوجئنا ان القرارات دي كلها اتلغت ماشي، وكان ما كانش في حد قاعد على ترابيزه مجلس اداره ولا في اي حاجه، والمنتخب هيسافر وهيروح الكونغو وكل الامور ورديه وحاجه جميله جدا، واحنا ملناش اي قيمه. فالمفروض يعني الراجل كلمه يعني. هل يا فندم في تواصل معاك للتراجع عن الاستقاله ولا الموضوع اتقفل تماما؟ لا والله بص اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. هو واضح ان اللي بيقول الحق دلوقتي مش مرغوب فيه. حلو، انا بقى انا اللي عايز افهمه يا فندم، انا بتكلم لو تسمح لي في دي. انا بتكلم على منظومه دائما وابدا هادئه، ومنظومه دائما نضرب بيها المثل منظومه كره اليد المصريه. وانا حتى تليفوني مع حضرتك النهارده واللقاء ده عشان بس انا مش متخيل ان ممكن يبقى في ازمات في منظومه كره اليد، يعني دايما بنضرب بيها المثل بنقول يا جماعه اتعلموا بالزبط. من منظومه كره اليد المصريه. بالظبط بالظبط. هل في امكانيه بالزبط. ان الامور تتحسن، الامور يبقى فيها مناقشات داخليه؟ يعني انا افرح اكتر لو حضرتك دخلت مثلا وهم ساعدوك في ده الناس في اتحاد كره اليد، ان تبقى المناقشات داخليه والامور لو فيها مشاكل تتحل وتتحل بشفافيه ووضوح. اكيد حضرتك تبقى نفسك كده برضه. ما هي حضرتك طبعا انا ابقى سعيد جدا، وانا قلت لحضرتك ان انا قدمتها قبل كده
ماشي، ومعالي الوزير قال لي يعني سيب لي فترة وانا هرد عليك. وبعدين فعلا انا جالي يعني تليفون، ولا انت مش هتمشي وتفضل قاعد. ففضلت قاعد برضه نفس الامور هي اللي بتحصل ماشي. وبعدين هو يعني اقول لحضرتك على حاجه، ما انا قعدت قبل كده 4 سنين في مجلس اداره الدكتور خالد حمود ماشي، ما كانش في اي حاجه، وكان معايا هشام نصر ماشي، كابتن هشام نصر وكابتن خالد ديوان ماشي، كابتن مصطفى وكابتن منى امين اللي هي اساس ماشي، والمجلس ده كان اساس وضع النواه للناشئات والشابات، ورفضنا نلعب بالفريق كبير، وابتدينا من صغير، وابتدينا نعمل كوادر. صحيح. تمام؟ صحيح. انا مش ضد السيدات ولا البنات ولا الشابات، بالعكس. ماشي؟ يعني احنا عايزين بس يبقى فيه نظام، بص يبقى فيه بص مفهوم رياضي صح. طبعا انا اتفق مع حضرتك 100%، وانه لازم يبقى فيه نظام، ولازم يبقى فيه جلسات مع اعضاء مجلس الاداره، والناس تقعد مع بعض، والناس تفكر، والناس تشوف ايه المشاكل وتتحل بهدوء. يا جماعه احنا لما صدقنا يبقى في منظومه رياضيه ماشيه بشكل رائع جدا على مدار سنوات، زي ما قلنا، بغض النظر عن الاشخاص والاسماء الموجوده، كلها اسماء محترمه جدا، وكلها اسماء قادره تنجح. كان معايا عبر الهاتف الان كابتن كرام كردي، عضو مجلس اداره اتحاد كره اليد المستقيل. بشكرك شكرا جزيلا.